بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. وقال موسى، وأوحينا إلى موسى وأخيه، رجعنا لنفس الآية، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا اتخذوا، ما زلتوا ما خرجتوش من السجن الكبير، ما زلتوا في مصر أرض الظلم تلك الحقبة ذيك الفرعونية، واجعلوا بيوتكم قبلة موجهة المساجد متاعكم، موقع الصلاة الجماعية توجه أما نحو الكعبة ولا المسجد الأقصى، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، يعني عيشوا الصلاة بحضوركم بين يدي المولى رب الأرض والسماء، وبشر المؤمنين اللي داخلين بيوت الله اللي باش يقيموا الصلاة كما يجب، أن تقام الصلاة مش كما تو كنقر ديك. وقالوا مسلمين تدي غربي خليك تطبق وانت ذليل ديك ويتنكو في الحب، ماكش تعبت في ربي انت وقت فيك على روك، شنو الشيطان نوصلك لهذا تقول انا نصلي وانت مجرد شبيه لديك ويتنكر الحب. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة، أنا كالكشوف دون جولي سيبا كالكشوف هم غري ناتور اكي دو تنك دو يو ديكريتي ان ساتين ديوري. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ما عندك شيء في الحياة الآخر، لا زينة بل مشوه بالنيران تضربك سطمتك الفرون اللي قاعد يزيد الزيدول الأصنام وجنبيك تحرق من النار وظهرك عينك كنت تجمع المال عن طريق الحرام، فستبقى بها جباهكم وجنوبكم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا لماذا ثم القصد هذا اللي أعطاهم الزينة وألهتهم الزينة عن ذكر الله وعن الاستسلام لله وعن الإيمان به وباليوم الآخر و ملائكة الكرام عليهم السلام ورسل الكرام عليهم كذلك الصلاة والتسليم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، الآخرة عندك ما تدفع إلى الأبد وأنت تتقلب في نيران جهنم وبئس المصير، خاصة المنافقين منكم. ربنا ليضلوا عن سبيلك، قاعدين بهمك شوار الناس كان الطريق اللي حرمه الله، ربنا أطمس على أموالهم، يعني احرمهم الأموال، خليهم بغياب الأموال تنهار بنيانهم بنيان الظلام. وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا أطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم، أساش لور كور، ركورني لور كور، أندرسي لور كور، وهذا شيء يلزم، لا شكل تمثيل، وإحنا رب لكم، وأنا أكرمكم، وأنا ما أريكم إلا مراد، هذا كله لحظة اللي يجي اللعنة هذه يولي أن روا نو، ليذلوا عن سبيلك، ربنا أطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لهم، يقعدوا في حالة الكفر بالله باش مش يجيهم في نهاية المطاف عذاب إيبر استوديو اندولور افرويابل.
والسلام علينا أهل الإسلام.